ظهور وباء الكورونا في البلاد ديالنا، السلطات خدات واحد التدابير اللي كانوا سباقين ودارت واحد الحجر اللي كان حجر صحي على الناس باش يكون هذا التطور ديال المرض يكون محكم فيه. وهاد المساله هذه كان عندها ايجابيات، واخا كان هنالك تضرر اقتصادي ولكن كان عندها واحد الايجابيه قصوى بالنسبه للبلاد ديالنا. الحجر دام واحد شهرين ونصف، ومن بعد ولاو الناس رجعوا، بقات المسائل كتحل شويه بشويه، رجعوا الناس للعمل ديالهم تدريجيا على حسب القطاعات. ولكن في الاونه الاخيره لاحظنا بان هنالك واحد التكاثر ديال الوباء اللي صاب عده مناطق من بلادنا. بالنسبه لي شخصيا كتبان لي بان الناس المغاربه داروا واحد العمل جبار كلهم، جميع الفئات جميع الاعمار، ولكن خاص يعني دائما هذا الوباء مازال كاين، مازال كينتشر، وخاصنا نديروا يعني ناخذوا التدابير، وخاص عيبة شويه علينا. ومنها منين الناس خرجوا بداوا شويه الاختلاط، خاص دائما نحضيو راسنا، ودائما خاصنا نكونوا يعني حريصين بالنسبه لوليداتنا، ما يكونش هنالك احتكاك، ما يكونش هنالك تقارب ما بين الناس الصغار وما بين الكبار، ما بين على حسب ما نديروش غادي نقولوا نديروا المسائل اللي كتكون اجباريه، ونحضيو راسنا واخا هذه في واحد الفصل الصيف، واخا هنالك واحد غادي نقولوا واحد كاين الناس اللي خرجوا في العطله الصيفيه ديالهم، كاين اختلاط ديال الناس، ولكن ردوا البال لاننا ما بغيناش نوصلوا عاوتاني لواحد حجر صحي واحد اخر. شحال ما كانوا الناس ولا شحال ما كنا حارسين، وكنا كل واحد كيبذل المجهود ديالو لف على اطار الفردي ديالو ولا على اطار المحيط، يعني ان مثلا الاباء ولا مع الوليدات ديالهم الناس لي جون حتى هما خاصهم ياخذوا التدابير بيناتهم. شحال ما احترمنا دوك المسائل اللي كنقولوها، اللي كيقولوها الدكاتره، اللي كنقولوها ملي كنشروهم في الاخبار، واللي كنشروهم في غادي نقولوا اللي كيكونوا منتشرين، يعني احترام المسافات ما بين الناس، احترام غادي نقولوا احترام الكبار تجاه الصغار، يعني المسنين ما خصهمش يكونوا واخا نكونوا صغار ولا واخا يكونوا اباء ديالنا ولا لي غران بارون، يعني خاص يكون هنالك واحد الاحتياط، واحد التباعد. الى كانوا المغاربه يزيدوا يكملوا هذا غادي نقولوا التضحيه، راه غادي تكون المساله غادي يمكن لنا نرجعوا في التحكم في هذه المساله هذه تدريجيا ان شاء الله. ولكن خاصنا دابا في هذه المرحله، هذه مرحله صعيبه شويه، الى كان هنالك هذا التدارك هذا كيمكننا غادي نقولوا نداركوا الموقف. الا كان هنالك تساهل، الا كان هنالك واحد غادي نقول واحد العفويه في هذه المسائل، ونسينا هاد التدابير اللي كان خصنا نديروها، غادي تبقى المساله غاديه وكتعقد، وغادي نكونوا مجبرين الى اللي ما بغيناش حنايا هو واحد الحجر صحي واحد اخر اللي كيقدر عاوتاني يعطينا، غادي نضروا فيه اقتصاديا، غادي نضروا فيه حتى بالنسبه للناس اللي غادي يفقدوا الشغل ديالهم، بالنسبه للقطاعات اللي غادي تزيدوا يتضروا. دونك الله يخليكم. بالنسبه للناس حاولوا ما امكن تطبيق جميع الاحتياطات اللازمه للتباعد، واللي باش يمكننا نتفاداو هذا الانتشار ديال الوباء.